دورة إعداد كتاب نهجي وتطوير. تبدأ بتكليف إدارة برامج أكاديمية أحد أعضاء هيئة التدريس بإعداد الكتاب ويمن لك أهداف ومفردات المنهج. يتم إعداد المادة بطباعة مسودة أولية وتصويبها، ثم تكلف إدارة برامج الأكاديمية أحد أعضاء هيئة التدريس بتحكيم المادة تحكيما علميا. يقوم المحكم بتحكيم المادة تحكيما علميا، ثم يرجع الكتاب للمؤلف لإدخال ملاحظات تحكيم. تكلف إدارة برامج الأكاديمية ويقوم بتصميم الكتاب تصميما تعليميا، ثم يطبع التصميم التعليمي ويراجع ويحكم، ثم يدقق الكتاب لغويا ويدخل التصويبات اللغوية، ثم يصمم الكتاب فنيا، ثم يراجع مراجعة نهائية ويعتمد للنشر والطباعة، ثم يصل الكتاب في نهاية الإهداف. وهذه هي دورة إعداد الكتاب المنهجي وتطويره.